الله يحييك دكتور. 9 مليار مستخدم، يعني خلينا نبدأ بالإيجابيات بعدين نروح للسلبيات نخفف على المشاهدين والمتابعين. تفضل. بسم الله. بالنسبة لفوائد القهوة، أكيد أنت والمشاهدين كلنا نعرف أنها تزبط التركيز، ترفع التفكير، قوة الذاكرة، هذه مفروغ منها وهذه فعلا وعلمية حقيقية حقيقية. أي نعم. طبعا بشرط بذكره بعد شوية، بشرط الفوائد اللي كثير من الناس يمكن ما ينتبه لها، اللي هو رقم واحد أنها تقلل من نسبة الوفيات. جامعة أكسفورد تقصت من عام 1966 إلى عام 2013 الدراسات كلها، وأنتجت 2014 الزبدة، ووجدت أن شرب 4 أكواب يومياً يقلل الوفيات بأسباب العامة كلها، يعني الأسباب القلبية والتنفسية إلى آخره، الجسم كاملاً، بنسبة 16%، وتقلل الوفيات بسبب أمراض القلب بنسبة 21%. هذا شيء رائع جدا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، القهوة رائعة جدا للكبد وصحة الكبد، لأنها تعمل ما يسمى بالديتوكس أو التطهير، وهذا يعزى ربما إلى الكافيين. أيضا مليئة بمضادات الأكسدة. القهوة بالنسبة للكبد وجد علميا بأنها تكافح ما يسمى بالتندب اللي يسوي تليف الكبد، لذلك ممتازة جدا للي عندهم تليف كبد، طبعا للوقاية قبل ذلك، وممتازة حتى للي عندهم كبد وبائي شرب القهوة. الشيء الثالث، القهوة تقي بإذن الله من مرض باركنسون، وهذا أيضا يعزى إلى الكافيين، وأعتقد أيضا أن مضادات الأكسدة لها دور. النقطة الرابعة اللي كثير من الناس ربما ما ينتبه لها، أن هناك رابط علمي بين شرب القهوة والاكتئاب. يعني فحصت دراسات من عام 1989 إلى عام 2015، وجدوا طبعا جميع الدراسات هذه أن القهوة تكافح الاكتئاب بشرط اللي قلت قبل شوية. طبعا وجدوا في الدراسة هذه أن الحد الأعلى كان 509 ميلي جرام من الكافيين، وليس هذا طبعا اللي نصيبه، إنما الحد الآمن اللي كثير من الناس يمكن يسأل عنه، أن لا نتعدى في اليوم 400 ميلي جرام الكافيين. طيب يا سعود، كم يعني نشرب كوب؟ صحيح، يعني من 3 إلى 4 أكواب عادية، وأتوقع أن هذه الكمية كافية جدا. إذا تعديناها راح ندخل في ندخل في المضار في المضار في المضار أو الأثار الجانبية.